أحسن الله إليكم. في فقرة للأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالسور الطويلة، ما هي هذه السور الطويلة وكيف يكون ذلك؟ الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من قصار المفصل، هذا هو الغالب، وأحيانا يقرأ بسور طوال، قرأ بالأعراف قسمها بين الركعتين مرة، وقرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، لكن هذا يعني ليس هو الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم.